بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل في تعيين الهجرة من الآراء والبدع إلى سنته، كما كانت فرضا من الأمصار إلى بلدته عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الهجرة هي السفر، الهجرة باللغة هي السفر، يقال هجر الشيء إذا تركه. قال الله سبحانه وتعالى: والرجز فاهجر، والرجز فاهجر. الرجز الأصنام وهجرها تركها، ومنه الكلام الهجر. كلام الهجر هو الكلام القبيح، سمي هجرا لأنه مهجور مسبوق. هذا من ناحية اللغة. وأما الهجرة في الشرع فمعناها الانتقال، معناها الانتقال. سميت هجرة لأن المنتقل عنه متروك، المنتقل عنه يكون متروكا. وهي على نوعين: هجرة للأبدان وهجرة للقلوب. هجرة الأبدان هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، وهذه هي التي جاء ذكرها في القرآن وأثنى الله على أهلها، على المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم. الهجرة معناها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، أو الانتقال من بلد فيه شرك وكفر وشر إلى بلد أقل منه شرا، ولو كان هذا البلد بلاد كفر، كما هاجر الصحابة إلى بلاد الحبشة. الهجرة الأولى حبشة بلاد كفر، ولكن يأمنون على دينهم فيها عند ملكها النجاشي. كان رجلا عادلا وهو نصراني، لكن كان لا يظلم أحد عنده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينتقلوا عنده فرارا بدينهم من أذى كفار قريش. الإنسان يطلب البلد الذي يسلم فيه على دينه، إن كان بلد مسلمين هذا هو الواجب، وإلا على الأقل ولو كان بلد كفار إذا كان لا يؤذى فيه ولا يخاف على دينه فيه للضرورة إلى أن يوجد بلد مسلم يهاجر إليه. والهجرة من بلد إلى بلد فرارا بالدين هذه باقية إلى أن تقوم الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الهجرة باقية من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو من البلد الذي لا يسلم فيه على دينه إلى بلد يسلم فيه على دينه. هذه باقية إلى، وقد توعد الله
الذين يقدرون على الهجرة ويبقون في بلاد الكفر وهم لا يأمنون على دينهم. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة تهاجر فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرهم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم كان الله عفوا غفورا. أي كان يتمكن من الهجرة لا يجوز له أن يبقى في بلد الكفر، وهناك بلد المسلمين يسلم فيه على دينه إلا إن كان عاجزا كالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان عن الصغار لا يستطيعون الهجرة هؤلاء معلوم لا يتعسى الله أن يعفو عنه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الآن ولكن جهاد ونية، فهذا في الهجرة من مكة خاص لما فتحت صارت تحته ولاية المسلمين فإنها انتهت الهجرة منها، لا هجرة بعد الفتح في مكة لأنها صارت بلد إسلام صارت تحت ولاية المسلمين. وليس في الحديث دليل على هجرة مطلقة، وإنما هذا في هجرة خاصة وهي الهجرة من مكة بعد أن صارت بلد الإسلام. هذه الهجرة بالبدن فرارا بالدين، وهي تخضع للاستطاعة وعدم الاستطاعة واختلاف الأحوال. أما النوع الثاني وهو هجرة القلب إلى الله ورسوله فهذه لا يعذر واحد فيها، لا يعذر واحد فيها، واجبة على كل مسلم وجوبا عينيا أن يهاجر بقلبه إلى الله بالإخلاص له، إخلاص التوحيد له، التوجه إليه سبحانه وتعالى، وترك الشرك ترك الكفر، ينتقل من الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإيمان، وكذلك ينتقل من المعاصي إلى الطاعات كما قال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهذه دائما وابدا واجبة دائما وابدا لا يعذر أحد فيها، هذه الهجرة إلى الله بالإخلاص وترك الشرك. الهجرة الثانية الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع والاقتداء، ترك البدع والمحدثات، هذه أيضا واجبة على كل مسلم في كل زمان وفي كل مكان لا يعذر أحد فيها. يجب الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه والاقتداء به، ترك العوائد والبدع والمحدثات، هذه دائما وابدا. وقد صنف فيها الإمام ابن القيم صاحب هذه المنظومة صنف فيها كتابا سماه سفر الهجرتين، الهجرة إلى الله والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب ضخم مفيد جدا. نعم. يا قوم فرض الهجرتين بحاله
والله لم ينسخ إلى ذا الآن. الهجرة إلى الله وإلى رسوله، الهجرة بالقلب، هذه ما نسخت أبدا ولا خصصت، باقي إلى أن تقوم الساعة. نعم. يا قوم فرض الهجرتين بحاله والله لم ينسخ إلى ذا الآن. نعم. فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان. هذه الهجرة بالقلب، الهجرة الأولى من هجرة القلب الهجرة إلى الله بالإخلاص، إخلاص العبادة له وإخلاص النية، إخلاص القصد، ترك الشرك الأكبر والأصغر، ترك الكفر الأكبر والأصغر، ترك النفاق الأكبر والأصغر، هذه الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. حتى يكون القصد وجه الله بالأقوال والأعمال والإيمان. نعم. وهذا لا يعذر أحد به، هذا لا يعذر أحد به، وهو واجب على كل مسلم. نعم. ويكون كل الدين للرحمن ما لسواه شيء فيه من إنسان. لا يكون في الدين شيء لغير الله، رياء أو سمعة أو قصد لطلب الدنيا أو غير ذلك، بل يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. نعم. والحب والبغض اللذان هما لكل ولاية وعداوة أصلان. والحب والبغض اللذان هما لكل ولاية وعداوة أصلان. ثم يتبع إخلاص العبادة الحب والبغض، حب لأولياء الله والبغض لأعداء الله، فلا يكون مؤمنا إلا من اتصف بالولاء والبراء، أما اللي عنده الناس كلهم سواء هذا ليس بمؤمن، اللي عنده الناس كلهم سواء إنسانية بشرية يقول، ولا عنده فرق بين المسلم والكافر ولا بين، هذا وإن كان يصلي ويصوم ويحج ولا عنده شرك، لكن إذا كان ما عنده فرق بين أعداء الله وأعداء رسول هذا ليس عنده إيمان، أو تقرر الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نعم. والحب والبغض اللذان هما لكل ولاية وعداوة أصلان. الولاية الحب، وأما الولاية، الولاية بالكسر فمعناه السلطة. نعم. لكل ولاية وعداوة أصلان. هذا باب عظيم، باب الولاء والبراء، هو الذي يميز المؤمن الصادق من غيره، اللي ما يفرق بين أعداء الله وأعداء رسوله ولا بين أولياء الله وأعداء الله ليس بمؤمن. وأشد من ذلك إذا أحب الكفار ومن يتولهم منكم فإنهم إذا أحبهم ودافع عنهم واستحسن ما هم عليه أو قال هذه أديان سماوية يهودية والنصرانية والإسلام وش هالعصبية عندكم، وش هذه أديان سماوية كلهم مسلمون وكلهم مؤمنون، هذا كفر بالله عز وجل، لأنه سوى بين الكفر والإيمان وأقر الكفار على ما هم عليه من اليهود والنصارى، أقرهم على ما هم عليه وصوّرهم، قال إنهم على حق وإنهم مسلمون ومؤمنون. ليس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هناك إسلام ولا إيمان إلا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد بعثة صلى الله عليه وسلم ما بقي دين على وجه الأرض إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم، وما عداه هو كفر،
يهودية أو نصرانية أو وثنية أو غير ذلك، كله كفر. ماذا في الدين؟ الإسلام صحيح، إلا دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. والحب والبغض اللذان هما لكل ولاية وعداوة أصلان لله أيضا، هكذا الإعطاء والمنع اللذان عليهما يقفان. كذلك الإعطاء والمنع، يعطي لله ويمنع لله سبحانه وتعالى، يعطي المال لله تعبدا لله عز وجل وتقربا الى الله، ويمنع المال لله عز وجل. هذا يتبع ايضا الاخلاص لله عز وجل، الاعطاء والمنع والحب والبغض، هذا تابع للهجره الاولى، الاخلاص لله. نعم. والله هذا شطر دين الله، والتحكيم للمختار شطر ثاني. هذا شطر من شطر الركن الأول من أركان الإسلام، لأن الركن الأول تكون من شطرين: شهادة لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. شهادة لا إله إلا الله هذا التوحيد والإخلاص والمتابعة والحب والبغض والمنع والإعطاء وغير ذلك. شهادة أن محمد رسول الله معناها الاتباع والاقتداء وأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة، وهو الذي يؤخذ عنه الدين، هو الدليل على الله سبحانه وتعالى. نعم. والله هذا شطر دين الله، تحكيم للمختار شطر ثاني. هو الشهادة أن محمد رسول الله، لأن الركن الأول يتكون من شطرين: شهادة لا إله إلا الله عن الإخلاص، شهادة أن محمد رسول الله عن المتابعة. نعم. وكلاهما الإحسان، لن يتقبل الرحمن من سعي بلا إحسان. ومن حقق هذا الركن فهو المحسن، من حقق هذا الركن حقق الإخلاص لله عز وجل وحقق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أعلى درجات الدين. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وفسر الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه الله. فمن حقق هذا فهو المحسن. نعم. والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالإسلام والإيمان والإحسان. وذلك بتحسين سنته واتباع ما جاء به صلى الله عليه وسلم، تقديم سنته على كل شيء، ترك ما عارض السنة أو خالف السنة. هذه هي الهجرة، ترك البدع والمحدثات والعوائد الضالة واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا انتقال، انتقال القلب من شيء إلى شيء، من باطل إلى حق. نعم. أترون هذه هجرة الأبدان؟ لا والله، بل هي هجرة الإيمان. هذه هجرة القلوب، هجرة الإيمان. أما هجرة الأبدان فسبق الكلام عنها، هجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. ولكن الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام تابعة لهجرة القلب. من لم يهاجر بقلبه لم يهاجر ببدنه، فولو انتقل. ولهذا في آخر حديث جبريل في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كانت هجرته إلى الله، في آخر حديث عمر، في آخر حديث عمر: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
إذا صارت هجرة الأبدان تابعة لهجرة القلوب. قطع المسافة بالقلوب إليه في درك الأصول مع الفروع وذاني. أبدا إليه حكمها لا غيره، فالحكم ما حكمت به النصان. نصان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك الانتقال من حكم الطاغوت يعني من الهجرة القلبية، الهجرة من أحكام الطواغيت وأهل الضلال والقوانين الوضعية وعوائد الجاهلية، إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يا هجرة طالت مسافتها على تسلان من خوب الفؤاد جباني. هذه ما هي هجرة القلوب، هجرة الإيمان ما هي سهلة. هجرة الأبدان سهلة، مثل الإنسان ينتقل من بلد إلى بلد ويزعم أنه مهاجر إلى الله ورسوله، يمكن هذا. لكن هجرة القلوب هذه هي اللي صعبة، هي اللي صعبة، إلا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وقوي الإيمان، لأن يلزم عليها لوازم وشاق، يبي عدوة الناس، يبي بغضونه، وقد تفقد الدنيا ووظيفة، قد تفقد وظيفة، تفقد الدنيا والناس يعادون، ما يصبر عليها إلا أهل الإيمان الصادقين. نعم. يا هجرة طالت مسافتها على طالت مسافتها صعبة، إلا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. نعم. يا هجرة طالت مسافتها على من خص بالحرمان والخذلان. أما من وفقه الله فهي سهلة عنه، لكن الذي ناظر حظوظ الدنيا وناظر لمدح الناس وثناء الناس هذا تصعب عليه، صعبة عليه هجرة القلب وترك ما عليه الناس وترك المألوف، وأنه يتمسك بالكتاب والسنة. يصير أكثر الناس ضده، أكثر الناس مخالفين له، إن كان معه إيمان صبر تلذذ بهذا، وإن كان ما معه إيمان فهو لا، ما كمل الهجرة رجع. نعم. يا هجرة والعبد فوق فراشه سبق السعاة لمنزل الرضوان. يا هجرة والعبد فوق فراشه. يقول إن الإنسان يهاجر هذه الهجرة هو على فراشه، ما هو بلازم يركب سيارة ولا دابة كما في هجرة الأبدان. هجرة القلوب يهاجر الإنسان وهو جالس، هو على فراشه بالإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، يحتاج إلى شد رحل وإلى، ويسبق الإنسان فيها وهو نايم وهو على فراشه. لكن إذا أخلص لله عز وجل. يا هجرة والعبد فوق فراشه سبق السعاة لمنزل الرضوان. يا هجرة والعبد فوق فراشه سبق السعاة لمنزل الرضوان. سبق كل السعاة كل المسافرين اللي يمشون الليل والنهار، هو على فراشه ما هذا سبقهم إلى الله سبحانه وتعالى بنيته وقصده. وقد يسبق الإنسان بنيته وقصده يسبق الآخرين اللي جدوا في السير والسفر، مثل ما جاء في الحديث إن أقواما بالمدينة أحد الغزوات قال صلى الله عليه وسلم إن أقواما بالمدينة ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا إلا وهم معنا. حبسهم العذر، شوفوا في المدينة يسيرون مع الرسول ومع أصحابه
يسيرون بقلوبهم ولا ساروا بأبدانهم، حبسهم العلوم. هؤلاء يسيرون بقلوبهم لا بأرجلهم. نعم. ساروا أحس السير وهو فسيره سير الدلال وليس بالزملان. وهذا يسير الذي يسير إلى الله بقلبه، هذا مستريح، هذا مستريح، يسير على مهل طمأنينة. أما الذي يسير على قدميها وعلى راحلة هذا يتعب، ويسير بقلبه يصل قبل، يصل قبل الذي يسير على قدميه، يصل إلى الله قبل الذي يسير على قدميه. وهذا معقول من قول الشاعر: يا عجبا من سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الأول. يعني يمشي على هوينه ويصل هو الأول، واللي غيره يجدون في السير ويتأخر وصوله. نعم. ساروا أحث السير وهو فسيره سير الدلال وليس بالزملان. أعجبا من سيرك المدلل، هذا الدلال. نعم. والزملان هو نوع من السير المسرع، السير المسرع، فهو سبقهم بنيته وقصده. نعم. هذا وتنظره أمام الركب كالعلم العظيم يشاف في القيعان. نعم. وهذا يكون قدوة لغيره، هذا المخلص المخلص لله والمتابع للرسول صلى الله عليه وسلم يكون قدوة للعاملين، مثل العلم الذي يوضع على الطريق. كان عادتهم يضعون أعلام على الطريق يوقدون عليها النار على الجبال من أجل أن يمشي بالليل يهتدي ولا يضيع. هذه عادة الناس، يضعون أنوار على الجبال علشان يهتدي السائرون، يسمونها نار على علم، أي على جبل، يقولون أشهر من نار على علم على الجبل. فهذا المخلص لله المتابع للرسول هذا علم يسير السائرون عليه ويقتدون به في ظلمات الجهل والضلال. نعم. رفعت له أعلامها في كالنصوص رؤوسها شابت رفعت له أعلامها تلك النصوص رؤوسها شابت من النيران. رفعت له أعلامها تلك النصوص رؤوسها شابت من النيران. يعني علم على رأسه نار استجابي. نار هي النور المبين ولم يكن ليراه إلا من له عينان مكحولتان بمرود الوحيين لا بمراود الآراء والهديان. نعم. نور القلب هذا ما يراه البصر، إنما يراه البصيرة، يراه البصيرة لأنه نور معنوي ولا يراه إلا أهل البصيرة، أو مثل النور الحسي اللي هو نور السهرة ونور النار، هذا يرى كل الناس، حتى البهائم تراه، يرى كل ذي بصر، لكن مو هذا هو المقصود، المقصود نور الإيمان ونور العلم، وهذا نور معنوي لا يبصره إلا أهل المعرفة. نعم. فلذاك شمر نحوها لم يلتفت لا عن شمائله ولا أيماني. هذا شمر إلى السنة، هذا المهاجر شمر إلى السنة وقصدها ولم يلتفت إلى آراء الناس وأقوال الناس ويتخذ منها مذهبا له، إنما يتخذ
ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ويقصد إليه، ولا يأخذ من أقوال الناس إلا ما وافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما خالف لا يلتفت إليه أبدا. نعم. يا قوم لو هاجرتم لرأيتم أعلام طيبة رؤية بعياني. لو هاجرتم هذه الهجرة لهجرة القلوب أبصرتم أعلام طيبة المدينة، المدينة النبوية التي شع منها نور الإيمان والقرآن. نعم. يا قوم لو هاجرتم لرأيتم أعلام طيبة رؤية بعياني، ورأيتم ذاك اللواء وتحته رسل الكرام وعسكر القرآن. نعم. لواء الإمام بعث من المدينة من دار الهجرة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحته جميع الرسل، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو إمام المرسلين، هو إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام، هو الذي يحمل اللواء إلى الله سبحانه وتعالى، وتحته كل أهل الإيمان من أول الخليقة إلى آخره، لأنه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، سيد البشر وأفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. نعم. وعسكر القرآن أصحاب بدر والأولى قد بايعوا أزكى البرية بيعة الرضوان. وتحت هذا اللواء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد الرسل ما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أهل بدر وأهل بيعة الرضوان صلح الحديبية وأهل فتح مكة، هؤلاء هم الذين تحت لواء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذا المهاجرة الأولى سبقوا كذا الأنصار أهل الدار والإيمان. فهذا ينقسمون إلى قسمين، مهاجرين وأنصار. المهاجرون أفضل من الأنصار، أنهم تركوا ديارهم وأموالهم وخرجوا في سبيل الله عز وجل، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ثم بعدهم الأنصار على المدينة، الأوس والخزرج الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآووه هو وأصحابه ونصروه وفدوه بأنفسهم وأموالهم رضي الله تعالى عنه، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم، هذه في الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الأنصار مديحة من الله سبحانه وتعالى لهم. ثم بعدهم من اقتدى بهم من القرون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فمن سار على نهجهم، على نهج المهاجرين والأنصار، لحق بهم إلى يوم القيامة. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم في إحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هؤلاء هم الذين تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. نعم. والتابعون لهم بإحسان وسالك هديهم أبدا بكل زمان. كل زمان، ولكن في الأزمان المتأخرة سيلاقي شدائد ويلاقي مضايقات ويلاقي مكاره عليه الصبر،
عليه بالصبر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، من الصحابة، لأن الصحابة يجدون المناصرين ويجدون، لكن هذا في آخر الزمان ما يجد من يناصره، بل يجد الناس ضده. فإذا صبر صاروا أجر 50 من الصحابة. هذا يدل على شدة الأمر في آخر الزمان، ويكون القابض على دينك كالقابض على الجر في آخر الزمان، شدة لما يلقى من الناس. ولذلك ما يثبت على هذا الأمر إلا أهل الغربة. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. نعم. لكن رضيتم بالأماني وابتليتم بالحظوظ ونصرة الإخوان. هذا لوم للذين آثروا المناصر وآثروا المآكل والمشارب وآثروا رضا الناس على متابعة السنة وعلى الاقتداء بالسلف الصالح. نعم. قالوا: هؤلاء أكثر الناس ولو كانوا مسلمين ومؤمنين، لكن ما ينالون هذه الدرجة، وهي درجة المتابعة والصبر والتمسك. يكون عندهم نقص عظيم في متابعتهم وفي اهتدائهم. نعم. بل غركم ذاك الغرور وسولت لكم النفوس وساوس الشيطان. خذلهم شياطين الجن والإنس، يقولون لهم: هؤلاء مساكين، هؤلاء متشددون، هؤلاء مطاوع، هؤلاء عندهم قصور نظر، هؤلاء إلى آخره. هل ما عنده إيمان قوي ينخدع، يترك التمسك. وأنا ما أصبر على لوم الناس وعلى مخالفة الناس، ما أصبر، يترك التمسك فيه. أمر عظيم جدا. نعم. ونبذتم عسل النصوص وراءكم وقنعتم بقطارة الأذهان. نصوص شرابها عسل حلو، حلو المذاق، طيبة، شفاء. العسل به شفاء، به شفاء وفيه لذة، لكن يلزم عليه مكاره ويلزم عليه مشاق. والجنة مكفوفة بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما عداه ما عدا عسل النصوص هو قطرات الأذهان، أفكار الناس، أقوال الناس، أفكارهم انتحلوها من عندهم، ما فيها خير. هذا شراب لا يغني، لا يسمن ولا يغني من جوع. نعم. وتركتم الوحيين زهدا فيهما ورغبتم في رأي كل فلان. نعم. هذا أيضا من الملامة على هؤلاء الذين تعوضوا عن الوحيين بآراء الرجال وآراء الناس، مقلدة المذاهب، الذين يقلدون المذهب على كل شيء، ما يميزون بين الصحيح. وتقليد المذهب ما هو ممنوع، طيب، لكن لازم من التمييز، يؤخذ منه ما كان موافقا للكتاب والسنة ويترك ما خالف الكتاب والسنة. أو تقليد أعمى، تقليد على قسمين: تقليد أعمى يأخذ كل أقوال العالم وأقوال العلماء بدون تمحيص، هذا لا، هذا تقليد أعمى.
أما التقليد الصحيح والاتباع الصحيح فهو أن يأخذ ما وافق الدليل من أقوال أهل العلم. أقوال أهل العلم لها قيمة فائدة لأن أقوال فقهاء وأقوال علماء وأهل خبرة يستفاد منها، لكن تعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما دام ما ظهر مخالفة فيها هذا خير كثير. نعم. وعزلتم النصين عما ولي للحكم فيه عزل ذي عدوان. اتركوا القرآن والسنة واكتفوا بقراءتها فقط. تلاوة القرآن للأجر فقط، أجر التلاوة، وقراءة الحديث للبركة، وأما الاتباع والاقتداء فهو لأقوال الرجال ومذاهب الناس. هذا عزل للكتاب والسنة وتولية لغيرهما من أقوال الناس، هذا لا يليق بأهل الإسلام وأهل الإيمان أن يعدل الكتاب والسنة ويأخذ أقوال الناس. نعم. من غير بصيرة ومن غير تمحيص. نحن لا نقول أن ترفض أقوال العلماء وأقوال الفقهاء كما يقول بعض الجهال أو المتحمسين، هذا لا يجوز. نقول أقوال العلماء فيها خير، فيها علم، فيها فقه، وفيها إعانة على فهم الكتاب والسنة، لكن ما هو معناه أننا نأخذها من غير تمحيص، من غير عرض على الدليل. نعم. وزعمتم أن ليس يحكم بيننا إلا العقول ومنطق اليونان. اللي يقدمون العقل على النصوص هؤلاء هم علماء الكلام وعلماء المنطق ومن اقتدى به، يقولون لأن العقول يقينية وأما أدلة الشرع فهي ظنية عند زعم الناس. أدلة الشرع يسمونها أدلة السمع، هذه ظنية دلالتها ظنية، وأما دلالة العقول فهذه يقينية، فيقدمون العقول على الشرع على أدلة الكتاب والسنة. هذه طريقة أهل الضلال وعلماء الكلام وعلماء المنطق اليونان، لأن علم الكلام أول ما جاء من اليونان. اليونان بلدة قديمة من بلاد الفلاسفة، بلاد الأمم القديمة مشهورة بهذا، انحدرت منها هذه الأقوال وهذه قواعد المنطق وقواعد علم الكلام، انحدرت من اليونان لأن بلاد فلاسفة وبلاد حضارة السابقة، فيظنون أن هذه حقائق يقينية وعقلية وأن النصوص أنها ظنية والعقل مقدم على الظن أو اليقين مقدم على الظن، وكذبوا في هذا. بل الصواب أن نصوص الكتاب والسنة هي اليقينية لأنها من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فهي المعصومة وهي اليقينية التي لا يعتريها شك. وأما أقوال الناس وقواعد المنطق وعلم الكلام فهي من صنع الرجال ومن عمل الرجال، يعتريها الباطل الكبير، وقد يكون فيها حق قليل لكن أكثرها قول الرجال وعمل الرجال، ما هو معصوم. كيف يقال أن المعصوم يكون ظني وغير المعصوم يكون قطعي؟ هذا من انتكاس البصيرة والعياذ بالله. فلا يجوز أخذ علم الكلام وقواعد المنطق ويقال أنها يقينية وأن أدلة القرآن والسنة هذه ظنية، فإن توافقت مع اليقينية يأخذون بها وإن اختلفت لا قدموا العقلية. أهل السنة والجماعة على العكس يقولون لا، اليقينية هي كتاب الله وسنة رسوله لأنها صادرة عن الله جل وعلا
صادرة عن رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله الذي لا ينطق عن الهوى فهي معصومة. وإن كان حصل منك سوء فهم لها ولم تعرف مقصودها هذا لا يكون عيبا لها هي، إنما هو عيب لعقلك وفكرك وصور نظرك، أما هي فهي معصومة. لكن كونك أنت ما أدركتها ولا فهمتها هذا لقصور فيك أنت، فأضف النقص إليك أنت وإلى كلامك واجتهادك، ولا تنسبه لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وزعمتم أن ليس يحكم بيننا إلا العقول ومنطق اليونان، فهما بحكم الحق أولى منهما، سبحانك اللهم ذا السبحان. هذا تنبيه لله، لأن هذا يلزم عليه النقص في حق الله جل وعلا، وأن كلامه ناقص وليس بمعصوم، وأن قواعد المنطق هي المعصومة. نعم. هذا تنقص لله، ولهذا سبح الله من هذا التنقص. نعم. حتى إذا انكشف الغطاء وحصلت أعمال هذا الخلق في الميزان. نعم. هناك سينكشف الزيف من الصحيح، سينكشف يوم القيامة وتبين من هو على الحق ومن هو على الباطل، ولا ينفعه إنه في الدنيا صار له مكان وتعظيم ولأقوال قبول، هذا ما ينفعه يروح، ولا يضر أهل الحق إن أقوالهم صارت محتقرة أو إن أقوالهم صارت مستبعدة، هذا ما يضرهم، يوم القيامة تكون هي الحق، تبين هذا عند الوجه. نعم. حتى إذا انكشف الغطاء وحصلت أعمال هذا الخلق في الميزان، وإذا انجلى هذا الغبار وصار مي دان السباق تناله العينان، وبدت على تلك الوجوه سماتها واسم المليك القادر الديان. يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، هذا واسم الله جل وعلا، أهل الفرقة والاختلاف تسود وجوههم، وأهل الحق تبيض وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يوم القيامة الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم تسود وجوههم والعياذ بالله، وقسم تبيض وجوههم، هذه النتيجة، نتيجة أعمال العباد يوم القيامة. قال بعض السلف تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف وتبيض وجوه أهل الحق والاتباع، في يوم القيامة تسود وجوه أهل الفرقة والابتداع وتبيض وجوه أهل الحق والاتباع. نعم. وبدت على تلك الوجوه سماتها واسم المليك القادر الديان. ما أحد يغير واسم الله جل وعلا واسم المليك، يحاول أن يبيض وجهه ولا يبيض وجه أصحابه، ما يمكن هذا، ما يزول أبدا هذا السواد، ما يزول، وهذا البياض ما يمكن أحد يسوده أبدا، لأن هذا صنع الله سبحانه وتعالى للعباد. الديان مبيضة مثل الرياض بجنة والسود مثل الفحم للنيران. فهناك يعلم راكب ما تحته وهناك يقرع ناجد الندمان. ستعلم حين ينجلي الغبار أبغل تحتك أم حمار، إذا راح الغبار شو هو اللي تراجعه، هل هو بغل ولا حمار؟ كذلك إذا راح غبار الشكوك والشبهات يوم القيامة وراحت الأباطيل
تبين أن تراكم هل هو حق ولا باطل. نعم. وهناك تعلم كل نفس ما الذي معها من الأرباح والخسران. وهناك يعلم مؤثر الآراء والشطحات والهذيان والبطلان. أي البضائع قد أضاع وما الذي منها تعوض في الزمان الفاني. نعم، كل يعرف ما معه يوم القيامة. أصحاب البضائع كل يعرف بضاعته، هل هي بضاعة مزجاة أو بضاعة رائجة، هل معه نقود صحيحة أو نقود مزيفة يوم القيامة. بل يجمعه أقوال الرجال وأقوال الناس وقواعد المنطق والتهويلات، هل تبين يوم القيامة أنها زيوف وأنها سراب. وأما النصوص وأما اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يتبين أنه هو الحق. نعم. سبحان ربي، وهو البضاعة اللي تكون ثمينة ورائجة يوم القيامة. نعم. سبحان رب الخلق قاسم فضله والعدل بين الناس بالميزان. نعم، الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء تفضلا منه، يهدي من يشاء للحق والعلم النافع تفضلا منه، ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى. فمن رغب في الحق وسعى إليه وفقه الله جل وعلا، ومن زهد بالحق وتركه خذله الله. عدل منه سبحانه، ما يسوي بين من يريد الحق ومن يريد الباطل، ما يسوي بينهم. فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسر. شوف، السبب من قبل العدل والتيسير من قبل الله سبحانه وتعالى. ولا يكون التيسير من الله إلا بسبب من العبد. أما من تجلس تقول والله إن كان الله كاتبًا مؤمن بصير مؤمن، وإن كان كاتبًا ظالم بصير ظالم، تجلس ولا تجلس، شيء ما هو صحيح. اعمل السبب، اعمل الخير واترك الشر، والله جل وعلا هو اللي ييسر لما نويت وقصدت. السبب من قبلك ومن التيسير من قبل الله. وأما الذي أخذ سبب الضلالة فإن الله ييسره للضلال، سبب من قبل الله هو الذي أثر الضلال، وهو الذي اتبع الضلال، وهو الذي تكاسل، وهو الذي ضيع، فالسبب من قبل هو. فالله جل وعلا لا يسوي بين هذا وهذا، العدل سبحانه وتعالى. أم نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. أم نجعل المفسدين كالفجار. نعم. لو شاء كان الناس شيئا واحدا ما فيهم من تائه حيران. لكن حكمته سبحانه أنه يفرق بين أهل الضلال وأهل الحق من باب الامتحان. وجود الخير والشر، وجود الهدى والضلال، وجود الكفر والإيمان، هذا كله بقضاء الله وقدره بحكمة. لو شاء لجعل الناس كلهم على الإيمان، ولا يوجد في الأرض كفر ولا شرك، هو قادر على هذا سبحانه. ولكن تأبى حكمته إلا أن يميز بين أهل الحق وأهل الباطل. لو كان الناس كلهم على الخير ما ظهر أحد فيه، ما ظهر أهل النفاق ولا ظهر أهل الكفر ولا ظهر أهل الطغيان، ما صار لهم ولا صار لأهل الإيمان ميزة، صاروا كلهم سوا. فالله خلق الخير وخلق الشر من أجل أن يتميز
المؤمن من الكافر والصادق من المنافق والكاذب، تميز هذا من هذا. وأعطى العباد، أعطاهم القدرة وأعطاهم العقول وأعطاهم الاختيار، يقدرون على فعل الخير يقدرون على فعل الشر. الله، هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم. لو شاء كان الناس شيئا واحدا ما فيهم من تائه حيران، لكنه سبحانه يختص بالفضل العظيم خلاصة الإنسان. نسمهم سواء، أن أحد يحب الخير ويسعى له، يحبه ويسعى له، هذا يوفق له. أن أحد يحب الشر ويسعى له، هذا يوفق للشر. كل يوفقه الله على حسب سعيه وحسب ميوله. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم. وسواهم لا يصلحون لصالح كالشوك فهو عمارة النيران. ما كل الناس يصلحون للهداية، ما كلهم يصلحون للهداية، بل فيهم نفوس شريرة، فيهم نفوس خبيثة لا تحب الخير. هؤلاء مثل الشوك، ما لها إلا النار. وفيهم ناس يحبون الخير ويحبون الهداية ويحبون، فالله لا يسوي بين خلق، بل يميز هذا من هذا. نعم. وعمارة الجنات هم أهل الهدى، الله أكبر ليس يستويان. الله خلق في هذه الدنيا الكفر والإيمان والخير والشر، وخلق في الآخرة الدارين، الجنة والنار. الجنة لأهل الخير والنار لأهل الشر، تميز هذا من هذا، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم. فسل الهداية من أزمة أمرنا بيدي. من الحكمة، من الحكمة في هذا أن تسأل الهداية من الله. أما لو كان الناس كلهم سواء الخير ما احتاجوا إلى سؤال ودعاء وتضرع عبادة لله عز وجل، لفقد هذا. فمن حكمة الله إن الإنسان يعرف ضعفه ويعرف حاجته إلى الله، يتضرع إلى الله ويدعو ويخاف ويرجو منه سبحانه وتعالى. كذلك لو كان الناس سواء كلهم على الخير بطل الجهاد، ما صار فيه جهاد، جهاد للناس، جهاد للشيطان، جهاد للكفار، صار نفس جهاد. وجود الخير والشر والكفر والإيمان هذا فيه حكم عظيمة ترتب عليه أحكام عظيمة. نعم. فسل الهداية من أزمة أمرنا بيديه مسألة الذليل العاني. وسل العياذ من اثنتين هما اللتان بهلك هذا الخلق كافلتان، شر النفوس وسيء الأعمال، ما والله أعظم منهما شران. أخطر ما على الإنسان شيئان، شر نفسه وشر عمله. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منهما في خطبته، يقول سبحانه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. ما في أخطر على الإنسان من هذا. شر النفس هو الهوى، شر النفس هو الهوى والكبر وأعمال القلب، الحقد والحسد والهوى والكبر، هذا شر النفس، وهذه تهلك الإنسان، يهلكه الهوى، يهلكه الكبر، يهلكه الحسد.
وشر النفس المعاصي، شر الأعمال، شر الأعمال المعاصي والذنوب، الشهوات المحرمة. فإذا سلم الإنسان من هاتين الآفتين نجا وأفلح. إذا سلم من شر نفسه، لم يكن فيه هوى، ولم يكن فيه حسد، ولم يكن فيه كبر، وسلم من سيئات أعماله، ترك الذنوب والمعاصي ولزم الطاعات، فهذا يفلح. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. هذا دعاء عظيم يجب على المسلم أنه يدعو الله، يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وسيئات عملي، ويكثر من هذا. نعم. ولقد أتى هذا التعوذ منهما في خطبة المبعوث بالقرآن. نعم، في خطبة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نعم. لو كان يدري العبد أن مصابه في هذه الدنيا هو الشران، جعل التعوذ منهما ديدانه حتى تراه داخل الأكفان. نعم، يلازم هذا الدعاء، يلازم هذا الدعاء: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، حتى يتوفى ويكفن. ولا يترك هذا الدعاء ما دام على قيد الحياة، لأنه معرض لشرور نفسه وسيئات عمله ما دام على قيد الحياة، فلا بد أن يستعين بالله يجي أن يعيده من ذلك. نعم. وسل العياذ من التكبر والهوى، هذا من شر النفس. نعم. وسل العياذ من التكبر والهوى، فهما لكل الشر جامعتان. هذا من شر النفس. نعم. وهما يصدان الفتى عن كل طرق الخير إذ في قلبه يلجان. نعم، الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ إذا كان ما يطيع إلا ما يوافق هواه ولا يترك ما لا يوافق هواه، فهذا اتخذ إلهه هواه، هو اللي يأمره وهو اللي ينهى، ولم يتخذ ربه إلها سبحانه وتعالى. نعم. والكبر أيضا، الكبر إذا أصيب الإنسان بالكبر فإنه يترك العبادة ويترك أفعال الخير بسبب الكبر الذي حمل على ذلك. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. الكبر قد يكون كبر على عبادة الله واتباع رسوله، وقد يكون كبر على الناس، تكبر على الناس ويرى أنه فوق الناس وأنه أرفع الناس، فيغتر بنفسه والعياذ بالله، فأخطر آفات النفس الكبر والهوى، نسأل الله العافية، الكبر والهوى. نعم. فتراه يمنعه هواه تارة والكبر أخرى ثم يشتركان. أحيانا يسلط عليه الاثنين الكبر والهوى، وأحيانا ينفرد أحدهما، إما الحسد، إما الكبر، وإما الهوى. نعم. والله ما في النار إلا تابع هذين، فاسأل ساكن النيران. نعم. اللي أوجب دخول النار أحد اتباع هذه، إما الكبر وإما الهوى، الكبر عن طاعة الله وعبادة الله، أو الهوى. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا كفرتم. حملهم الكبر والعياذ بالله على قتل الرسل. لماذا قتلوا الرسل؟ لأنهم جاءوهم بما يخالف أهواءهم وارتكبوا هذه الجريمة الشنعاء. نعم. والله الكبر يحمل على قتل الرسل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. والله لو جردت نفسك منهما
لأتت إليك وفود كل تهاني. لو سلمت من الكبر والهوى سلمت من كل شر. فصل في ظهور الفرق المبين بين دعوة الرسل ودعوة المعطلين. يقول صاحب الفضيلة أحسن الله إليكم: هل الرافضة كفار؟ وهل يفرق بين علمائهم وعامتهم في ذلك؟ هو القاعدة أن كل من دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو عمل أي عبادة لغير الله فإنه كافر من الرافضة وغيره. الرافضة وغيره أن من عبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة إنه كافر. وكذلك من زعم أن أحدا يجب اتباعه غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان من الرافضة وغيره. الرافضة يرون أن لأئمتهم منزلة أعلى من مرتبة الرسل وأن أئمتهم لا يخطئون وأنهم معصومون لا يخطئون وأن لهم الحق في أن يحلل ما أرادوا ويحرم ما أرادوا. أليس هذا أعظم الكفر والعياذ بالله؟ هذا عندهم في كتبهم ما هم خفي، هذا في كتبهم وعندهم أمور كثيرة نعم. يقول: وهل يفرق بين علمائهم وعامتهم في ذلك؟ علماءهم لا شك يعرفون أن هذا باطل وأخذوه وهم يعرفون أنه باطل لا شك في كله. أما عوامهم فإذا أقيمت عليهم الحجة وأصروا كفروا، أما ما لم تقم عليهم الحجة فهؤلاء أهل ضلال ولا يكفرون. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. يقول: ما رأيك في هذه العبارة: الله جل جلاله لا يوصف بالذكورة ولا بالأنوثة؟ هذا الكلام باطل، لا يجوز الكلام فيه. ما سكت الله عنه وسكت عن رسوله نحن نسكت عنه. يجوز الذكورة والأنوثة؟ لا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. نحن لا ننفي إلا ما نفاه الله ورسوله، ولا نثبت إلا ما أثبته الله ورسوله. وما سكت الله عنه ورسوله سكتنا عنه ولا نبحث فيه. نعم. يقول: أحسن الله إليك. نعم. يقول: وهل هذا حديث لعن الرسول صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والمتقشرة؟ النامصة والمتنمصة نعم، هذا حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي تأخذ شعر حواجبها هذه النامصة، والمتنمصة التي تطلب من يفعل هذا بها ويأخذ شعر حواجبها، كلاهما ملعون. وأما القشرة ورد في بعض الروايات، ما أدري عن مدى صحته. نعم. القشرة أو القاشرة، نعم، يأتي لا بأس. نعم. يقول: أحسن الله إليك صاحب الفضيلة: قد كثر في الآونة الأخيرة الكلام على الضرب للتعليم وأنه منافي للتربية الحديثة، هل من يقول هذا في عقيدته شيء، خصوصا وأنه مخالف للنصوص؟ الضرب ما هو جائز مطلقا ولا هو ممنوع مطلقا، حسب الحاجة. الضرب للتعليم إذا احتيج إليه طريقة تربوية عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. والله جل وعلا يقول: إن النواسس من الزوجات التي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الضرب عند التعذير إذا احتيج إليه فهو وسيلة طيبة، وسيلة تربوية، ولا ينكره إلا جاهل.
جاهل بالسنة، فإن كان يعلم السنة وينكر هذا يقول ولو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى عليه من الكفر، لأنه رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أغلبهم جهال، ما يأخذون عن الغرب، يأخذون دراستهم عن الغرب ولا يدرسون الشريعة ولا يدرسون النصوص. قد يكون أنهم قالوا هذا عن جهل، أما إذا كانوا تعمدوا هذا الشيء وهم يعلمون أنه جاء به الشرع يخشى عليه من الكفر. هذا الضرب خير. وكذلك الله أوجب الضرب، أوجب الضرب في الجلد، جلد الزاني، الزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما يعني في جلد، والجلد هو الضرب، الجلد هو الضرب. الضرب مشروع في الإسلام، في الكتاب والسنة، تارة يكون واجبا وتارة يكون حدا واجبا وتارة يكون تعزيرا يفعل عند الحاجة. يقول وهل من يقول ذلك في عقيدته شيء؟ في عقيدة نفسه قد يكون يصل إلى حد الكفر، إذا علم أن الرسول قاله رفض يقول ولو قاله الرسول هذا كفر. كذلك الله جل وعلا ذكر الجلد في حق القارئ، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. الجلد هو الضرب. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول ظهرت في الآونة الأخيرة عدة كتب تدافع عن المرجئة وتنصر مذهبهم وتحث عليه، مما يثير في النفس استغرابا من هؤلاء ومن يدفعهم لذلك، وقد كان لكم ولإخوانكم في اللجنة الدائمة أثابهم الله جهد مشكور في مكافحة هذا الفكر وإبطاله بما يصدر عن اللجنة من بيانات علمية قوية. لكن يا فضيلة الشيخ، لو اتخذتم ضد هؤلاء إجراء رسمي بحيث تمنع كتبهم ومجلاتهم من دخول هذه البلاد حماية لها ورد للفتنة عنها، خاصة وأن بعض هؤلاء جاءوا إلى هذه البلاد ويتفيئون خيرها أو أن يتعلموا الاعتقاد عند علماء هذه البلاد أو يهددوا بالخروج من هذه البلاد، لا سيما أنكم أشرتم في آخر مقالاتكم بأن لدينا من العلماء وكتب السلف ما فيه غنية عن هؤلاء وكتبهم، حفظكم الله وسددكم. نعم، هو مطلوب أن سحب كتبهم من المكتبات ومنع تداولها ومنع السماح لها بدخول المكتبات، هذا موجود في القرارات، ما هو في القرارات، يكتب للمسؤولين، يكتب للمسؤولين بتنفيذ هذا، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بهذه الكتب، ونسأل الله أن يهدي هؤلاء وأن يردهم إلى الصواب. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول هل أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما هم أفضل أتباع الأنبياء على الإطلاق؟ نعم، أفضل النبيين، أفضل الخلق بعد النبيين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق بعد النبيين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أفضل الرسل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك فيه، وأبو بكر وعمر هما أفضل هذه الأمة. أبو بكر في الدرجة الأولى رضي الله عنه، ثم بعده أبو بكر، ثم بعده عثمان، ثم بعده علي، الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، ثم المهاجرون أفضل من الأنصار، ثم أصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان. لا، تفاضلوا الصحابة، تفاضلوا رضي الله عنهم، لكن جملتهم هم أفضل الأمم بعد الأنبياء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: هل الملائكة الذين يتعاقبون فينا بالليل والنهار هم الكرام الكاتبين أم غيرهم؟ هم الكرام الكاتبين، نعم، يتعاقبون المعاقبات هم الذين يكتبون أعمال بني آدم، نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، هذا يقول: رجل في بلد إسلام ولكنه لا يأمن على دينه من الحاكم، وأقرب البلاد إليه هو بلد كفر يأمن فيه على دينه، هل يهاجر إليه؟ يهاجر إلى أي بلد يأمن فيه على دينه، بالدرجة الأولى بلاد الإسلام هم مع المسلمين، هذا بالدرجة الأولى، إذا وجد ما وجد ارتكاب أخر الضررين لدفع أعلاهما، هذه قاعدة معروفة للشرع، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: إمام مسجد وجماعته 90% من العمالة العربية، ويرغب قراءة كتابكم إعانة المستفيد، هل هذا الكتاب يكون مناسبا لمستواهم، وما توجيه فضيلتكم في ذلك؟ طيب، يقرأ ولا يقرأ فتح المجيد؟ يقرأ فتح المجيد أحسن، أو قرة عيون الموحدين أقصر لهم، قرة عيون الموحدين أقصر وأحسن لهم، يقرأ عليه كتاب قرة عيون الموحدين، نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول: يوجد معي في المدرسة معلم على المذهب الإسماعيلي، ما نصيحتكم لي، وما هو الموقف الصحيح في التعامل معه، علما بأنني مدير لهذه المدرسة؟ الواجب عليك الكتابة للمسؤولين، إذا ثبت أن إسماعيل اكتب للمسؤولين بطرده وإبعاده عن التعليم، إنه خاف أمره ما تبين أمره، فيجب عليك الكتابة والمبادرة للمسؤولين في مذهب هذا الشخص لأجل إبعاده وطرده من التعليم، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، تقول: ما حكم لبس عدسات التجميل للنساء؟ العدسات إذا كان فيها مصلحة لتقوية البصر، بصرها ضعيف، تاج العدسات تلبس، مثل ما تلبس النظارة إذا كان البصر ضعيفا، وكذلك إذا كان في عينيها عيب، عينيها عيب، تلبس العدسات من أجل إزالة هذا العيب، فلا بأس في ذلك. أما إذا كانت العينان سليمتين ولا فيهما عيب، فلا نرى لبس العدسات، لأن هذا من العبث. وبعض النساء تلبس عدسات تشبه أعين الكافرات، تكون زرد أو تكون، وبعضهم تلبس عدسات على شكل الثياب اللي تلبس، هذا من العبث كله. الحاصل أنه لبس العدسات إن كان لتقوية البصر فلا بأس بذلك، إن كان لإزالة عيب في العيون فلا بأس بذلك، إذا كان من أجل الموضة أو من أجل العبث هذا الذي نرى أنه لا يجوز، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: ما حكم نظر المرأة للرجل سواء كان بشهوة أو بدون شهوة؟ بدون شهوة لا، لكن للحاجة تنظر إليه للحاجة فقط، ما بدأ من نظرة إليه، إنما تنظر إليه بقدر الحاجة، إذا كان بدون شهوة تنظر إليه بقدر الحاجة، أما إذا كان النظر للشهوة لا حرام، قال الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وتغض بصرها، لا تنظر إلى الرجال نظر شهوة أو إعجاب، إذا احتاجت إلى النظر المجرد من غير شهوة قدر الحاجة فقط، لأن إطالة النظر إلى الرجل حتى ولو كان بغير حاجة يجرها إلى الشهوة والرجل، نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، وهذا يقول: ما حكم من يعتقد تحليل الغنى، هل يكفر أم أن هذا ليس من المعلوم من الدين بالضرورة؟ لا، الكفر ما يكفر، لأن هذا فيه خلاف بعض العلماء، فلا يكفر لكن يخطأ ويضلل بهذا، لا يصل إلى حد الكفر،
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول: هل السقط الذي خرج ميتا يعق عنه؟ أحسن أنه يعق عنه، نعم، إذا كان بلغ، إذا كان بلغ لفت الروح، يعني تجاوز 4 أشهر، تمله 4 أشهر، إذا تمله 4 أشهر وسقط بعد 4، هذا يحكم، يأخذ أحكام الجميع، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويعق عنه، هذا من باب الاستحباب، حقيقة من باب الاستحباب. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: العسل هل تدخل فيه علة الربا؟ نعم موجود، يعتبر موجود ولا مكيل؟ إذا دخله المعيار دخله الربا، لأنه إما مكيل وإما موجود. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول: عندي أرض وعرضتها للبيع وبعد فترة تراجعت عن بيعها قبل، يقول: عندي أرض وعرضتها للبيع وبعد فترة تراجعت عن بيعها قبل أن يحل الحول بشهور، هل عليها زكاة؟ إذا تراجعت عن بيعها قبل يتم الحول فليس بها زكاة، إنما تجب الزكاة بها إذا تم الحول وأنت تنويها للبيع. صاحب الفضيلة يقول يوجد عند بعض طلبة العلم أن هنا أنه يقول: ما فيه من الأدلة صريحة على سماع الدف، على تحريم سماع الدف، إنما الأدلة صريحة على جوازه، ويستدل بحديث المرأة التي نذرت أن تضرب الدف عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل براءة الذمة، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام باطل، كلام مردود. الأصل تحريم الغناء، قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ لهو الحديث، ولهو الحديث هو الغناء، هذا عام، هذا عام. كذلك في الحديث الآخر: إن قوما في آخر الزمان يحلون الشرى والحرير والخمر والمعازف تعزف عليهم الخيلات، يعني المغنيات. فالأصل تحريم الغناء، إنما يستثنى منه ما جاء في الرخص، وهو ضرب الدف خاص، الدف خاص في مناسبة الزواج للنساء، في مناسبة الزواج للنساء فقط، هذا وردت به الرخصة لأنه من إعلان النكاح. وكذلك عند قدوم المسافر، والذي حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم من سفر، عند قدوم المسافر أيضا هذا ورد به الرخصة، ورد به الرخصة لأنه ضرب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة نذرة تضرب الدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من السفر، فرخص لها بذلك بالمناسبة. وما عدا ذلك فإنه ممنوع ضرب آلات الله بجميع أنواعها، لأنها معاجم، وفي الحديث يستحلون الشرى والحريرة والخمر والمعاجم، والمعاجم جميع آلات الله، وإنما يستثنى الدف خاصة في مناسبة الزواج وفي مناسبة قدوم الغاية. وأما قصة الجارية فهي ثانية صغيرة، صغيرة ثانية، ما كل فتاة من باب لعب الأطفال، من باب لعب الأطفال، وهما ليست بمكلفتين، وفي يوم عيد أيضا ما هو دائم، هما غير مكلفتين، صغيرات يلعبن، وثانيا هذا في يوم عيد ما هو دائم، مناسبة العيد لا يقال إن الغناء والدفوف حلال مطلقة، ما يقول هذا إلا إما إنسان جاهل أو إنسان مغلق مضلل، نعم، يتخطى النصوص ويقول ما جاء شيء في المال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: أنا مدير مدرسة وتأتينا تعليمات بعدم ضرب الطلاب، علما أن بعض الحالات تحتاج لضرب من باب التأديب والزجر، هل قيامي بالضرب يعتبر مخالفة لولي الأمر
وما العلاج في نظركم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان الضرب يسبب لك يعني ضرر أنهم يفصلونك أو أنهم يحسبون عليك شيء أو يؤاخذونك، لا تضرب، لا تضرب. الضرب ما هو واجب، الضرب وسيلة تأذي فقط، وسيلة تربية ما هو واجب. ألا تكون قد تركت واجبا؟ إذا صار يترتب عليك ضرر في وظيفة لا تضرب. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول: ذهبت للحج أنا وزوجتي بالطائرة في اليوم السادس من ذي الحجة، وعند مرورنا بالميقات قد نوت زوجتي الحج مفردا، وبالنسبة لي أجلت النية بالدخول في النسك لأنني غير واجد للباس الإحرام، حيث أظن أنه لا يجوز الدخول في النسك إلا بالإحرام ولباس. وعندما وصلنا جدة مكثنا يومين وحصل جماع في تلك الفترة، ثم رجعنا للدخول في النسك وتجديد النية، خاصة أن زوجتي التي فسدت حجها ولكنها حاضت ونحن في جدة، ثم تركتها عند أهلها في الطائف، ثم ذهبت وحدي لأداء فريضة الحج ولم تحج زوجتي إلى الآن، ماذا علينا يا فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا؟ هذا تلاعب، هذا تلاعب. ليه ما سألت في وقت الحاجة؟ أجل السؤال لما فات الوقت، فات الحج. زوجك اللي أحرمت بالحج يلزمها، يلزمها الإحرام، تبقى على إحرامها وأنت فسدت حجها. هي أحرمت بالحج مفردة؟ أي نعم. مفردة. معناه أنك فسدت حجها، فيلزمها الوضوء. الآن تحلل العمرة. الآن تذهب إلى مكة وتحلل العمرة من إحرامها، يعني لأنها ما زالت محرمة. فإذا جاء الحج السنة القادمة تحج قضاء للحج الذي أفسدته عليه، تحج تحرم من الميقات الذي أحرمته العام الماضي، تؤدي الحج الذي أفسدته عليها، وعليها بدنة، تذبح بدنة بعير أو بقرة توزعها على فقراء مكة. وأما أن أحرمت من جدة، إحرامك صحيح، لكن يكون عليك فدية عن تجاوز الميقات، يكون عليك فدية عن تجاوز الميقات. نعم، تذبحها في مكة وتوزعها على الميقات. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول: شخص وجد 100,000 ريال في أحد الشوارع العامة بالرياض وأخذها، وهذا الشارع لا يوجد فيه مساكن ولا محل. يقول: شخص وجد 100,000 ريال في أحد الشوارع العامة بالرياض وأخذها، وهذا الشارع لا يوجد فيه مساكن ولا محلات تجارية، ما حكم هذه اللقطة وهل يجوز أخذها أم لا؟ كم مبلغها؟ 100,000. 100 ريال. الواجب عليك انك عرفت عليها، ناديت عليها من ضاع الفلوس، من ضاع الفلوس في المحل الفلاني، فاذا جاء من يصفها لك تحفظ على ما تهوى وما صفتها، فاذا جاء وصفتها على ما هي عليك فاحفظها، هذا الواجب عليك. فيجب عليك تعرف علاماتها وتعرف المكان الذي اخذتها منه وتنادي عليها وتعلن عنها الى تمام سنه، اذا مضى سنه وتنادي عليها وتعرف عليها ولا جاء احد تكون لك، وان شئت تصدقها بعد تمام السنه، ان شئت تمولها بإذنك وان شئت تصدقها فلا بأس. احسن الله اليكم صاحب الفضيله، يقول: ما صحه قول الناس هذا فلان محظوظ وفلان غير محظوظ، وهذا شائع بين الناس كثيرا؟ ينبغي التفاؤل بالخير، فلان محظوظ أو فلان محظوظ، هذا تفاؤل. لا طيب، أما فلان غير محظوظ هذا لا يجوز، هذا تشاؤم، هذا تشاؤم، مش يدري كل ما محظوظ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة التي جدهن جد و
وهجلهن جد، كيف الجمع بينه وبين أمره صلى الله عليه وسلم بإذن الذكر عند زواجها، إذ الذي يجري عند العامة أن من أعطى بنته لأحد فقد لزمت ووجبت له. نعم. يقول عفى الله عنك: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. يقول: كيف الجمع بينه وبين أمره صلى الله عليه وسلم بإذن البكر عند زواجها، إذ الذي يجري عند العامة أن من أعطى بنته لأحد فقد لزمت ووجبت له. العطاء غير العقد، كلام العقد. إذا عقد وهو ينكح قال: زوجت بنتي أو موليتي، قال الآخر قبل، يرحب بالنكاح ولو كان أنهم ينزحون. النكاح ما فيه مزح، والطلاق أيضا ما فيه مزح، الرجعة إذا راجع زوج ما فيه مزح، أو العتاق العبد ما في مثل ينعقد ولو انه ينفذ، ولا يتنافى هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم الذكر استاذن، لان العقد ينعقد ويبقى لها الخيار، يبقى لها الخيار اذا لم ترضى، سواء كانت ذكرا او غيما يبقى لها الخيار، ان شاءت فسخت وان شاءت امضت العقد. نعم. انت احسن الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.